الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما صح الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس 18 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. ولازلنا في كلامي على باب الصبر، قد وصلنا إلى الحديث 31 وهو حديث أنس رضي الله عنه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها وجوب الصبر على المصائب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فالصبر واجب عند نزول المصيبة، ولا ينافي الصبر دمع العين كما مر في الأحاديث السابقة، ولكن المنهي عنه هو الجزع والتسخط ولطم الخدود وشق الجيوب والاعتراض على قدر الله عز وجل. وأما دمع العين فإنه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلب عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه المرأة عند القبر قال لها: اتق الله واصبري. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذه المرأة كانت عند قبر، فهل هذا يدل على جواز زيارة النساء للمقابر؟ قد استدل بعضهم بهذا الحديث، ولكن الرد على من يستدل بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للمقابر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه لم تقصد الزيارة، وإنما كانت متوجعة وجاءت إلى قبر صبيها فلم تقصد الزيارة، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتق الله هذا إنكار عليها، فيدخل في عموم الإنكار على حضورها إلى المقبرة. والجواب الثالث وهو الذي أجاب به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن المنع من زيارة القبور مر على مراحل. المرحلة الأولى السماح للجميع، الرجال والنساء، وهذه المرأة كان ذهابها إلى القبر في وقت السماح، ولذلك لم يكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابها إلى القبر. هذا إذا لم نقل بقول ابن القيم أنه أنكر عليها في قوله اتق الله، ولكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصوص الزيارة، فنقول هذا يحتمل أنها كانت في وقت السماح للرجال والنساء بالزيارة. ثم جاء المنع، وهي الحالة الثانية، جاء المنع للجميع بأن لا يزوروا القبور الرجال والنساء. ثم أتى السماح وهي المرحلة الثالثة بالسماح للرجال دون النساء، وهي المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فنقول زيارة القبور مر على هذه الثلاث مراحل: المرحلة الأولى السماح للجميع، الثانية المنع للجميع، الثالثة السماح للرجال دون النساء. وهذا الذي ذكره ابن باز رحمة الله عليه هي قاعدة جامعة تطبق عليها جميع الأحاديث التي ترد في هذا الباب. ولذلك زيارة النساء للمقابر من كبائر الذنوب، وهذا الذي استقرت عليه الشريعة،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، فهو حرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وما يستفاد من هذا الحديث أن النساء يكثر فيهن الجزع أكثر من الرجال، ولذلك من الحكم في منعها من زيارة القبور هو شدة جزعها وشدة سخطها وقلة صبرها، فلذلك نهيت عن زيارة المقابر. ولذلك هذه المرأة الذي يظهر أن كان عندها شيء من الجزع، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، فهذا يدل على أنها كان عندها نوع من الجزع ونوع من السخط، فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل وبالصبر. فلذلك الذين يفتون الناس بالذهاب إلى المقابر، ذهاب النساء إلى المقابر، لم يراعوا هذه الحكمة التي من أجلها منعوا من زيارة القبور، منعنا من زيارة القبور. وهذه الفتاوى التي تخرج المراد بها تشكيك الناس في الأحكام، فعلينا جميعا أن نأخذ بما عليه علماؤنا الكبار وما أفتى به علماؤنا الكبار الذين يفتون عن علم راسخ. فهذه القاعدة التي ذكرها ابن باز رحمة الله عليه: السماح للجميع ثم المنع للجميع ثم السماح للرجال دون النساء، قاعدة جامعة نافعة تطبق عليها جميع الأحاديث الواردة في زيارة النساء للمقابر. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أنها عندما قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، هذا أيضا يدل على أنها كانت في حالة صدمة وهول شديد، ولذلك قالت لمن نصح هذه الكلمات: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لم تعرف أن الذي قال لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقل، لأن الذي يظهر أنها صحابية، فلو كانت تعلم أنه رسول الله لاستجابت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد يعتبر من الكفر، الواجب طاعة الرسول وعدم معارضته، ولكنها لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرة، فقالت: لم أعرفك، تعتذر إليه صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي عليه الامتحان عند نزول المصيبة هو أول ما تنزل عليك المصيبة، لأن هذا الصبر الذي يكون عند نزول المصيبة في أولها هو الصبر الذي هو صبر الطاعة، أما بعد فهو صبر اضطرار. الصبر الذي عليه الأجر هو الصبر الذي يأتي في الصدمة الأولى، أما الذي يأتي بعده فهو صبر اضطرار. لا بد أن تصبر، لأن هذه المصيبة لن ترتفع، إذا مات عليك الميت لن يرجع، فتصبر اضطرارا، ولكن الصبر الذي عليه الأجر الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول كما يقول المؤمنون الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له المرأة هذه الكلمات لم يعنفها، لأنه يعلم ما نزل عليها من هول المصيبة، ولكنه نصحها وأمرها بتقوى الله وبالصبر ثم ذهب عنها. وأيضا عندما جاءت إليه معتذرة لم يعنفها، وإنما بيّن لها الحكم الشرعي أن الصبر عند الصدمة الأولى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، لم يكن عنده بواب عند بابه يحرسه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، أن الراعي لا يمنع الرعية من الوصول إليه إلا إذا خشي المفسدة، والمفاسد كثيرة خاصة في مثل هذه الأزمان المتأخرة من تكاثر الناس أو محاولة الاعتداء ونحو ذلك، فعند هذا الأمر يعني يشرع له أن يضع له حراس ونحو ذلك. وقد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض البوابين كما جاء أبو موسى وغيره، واستأذن النبي بأن يكونوا يعني بوابين عليه، فإذا اتخذ الراعي بوابين عليه من أجل الحراسة والحماية ومن دفع أذى الناس هذا لا بأس به، ولكن الأصل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عليه
لم يكن عليه بوابون كما في هذا الحديث قال فلم تجد عنده بوابين، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفوائد هذا الحديث كثيرة، ولكن هذه أهم الفوائد على هذا الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا الحديث يسمى الحديث القدسي، يقول الله تعالى، والحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى، هو كلام الله لفظا ومعنى، كما أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ولكن الحديث القدسي يختلف عن القرآن في عدة أحكام، منها أنه لا يشترط له الطهارة، ومنها أنه لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بالقرآن، إلى غير ذلك من الفروق التي ذكرها للعلم. ففي هذا الحديث يقول الله تعالى المتفضل على عباده بهذه الأفضال العظيمة، قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية. الصفي هو القريب من القلب، سواء كان أخاً أو أباً أو أماً أو أماً أو أختاً أو قريباً أو بعيداً، الصفي هو القريب إلى القلب. فالله سبحانه وتعالى لفضله قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه ثم احتسبه إلا الجنة. فجزاء الصابر على قبض الصفي أن الله عز وجل يجزيه الجنة، وهذا فضل محض من الله عز وجل، وإلا فإن الصفي ومن يحبه كلهم ملك لله عز وجل، ولكن من فضل الله على عباده أنه يجازي الصابر على هذه المصيبة بجنات النعيم. وجنات النعيم هي الفوز المبين والفوز العظيم والفوز الكبير والفضل الكبير الذي من فاز به فقد فاز، ومن فاته فقد خسر الخسران المبين. ولذلك الإنسان إذا دخل الجنة نسي هذه المصائب كلها، يؤتى يوم القيامة بأتعس رجل في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة، فقد غمس في الجنة، فيقال له هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول لا والله، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل مر عليك نعيم قط؟ يقول لا والله ما مر علي نعيم قط. فإذا هذه المصائب يصبر عليها، لأن كلنا إلى الله عز وجل. ولذلك عندما تقول إن لله وإن إليه راجعون، ما معنى إن لله؟ كلنا لله وكلنا إليه راجعون، كلنا سنرحل، وما منا إلا والد ومولود وفاقد ومفقود اليوم وغدا. فلذلك الإنسان يصبر هذه اللحظات ثم يفوز بهذه الأجور العظيمة في جنات النعيم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين، فليس من عبدٍ يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري. وهذا فيه فضل عظيم لمن صبر على البلاء. الطاعون قيل هو مرض معين، وقيل هو أي وباء ينتشر، فأي وباء ينتشر فإنه يسمى طاعونا، إذا وقع بسبب هذا الوباء مهلكة فإنه يسمى طاعونا. والطاعون كان عذابا وهو للمؤمنين رحمة، ولذلك ذكر بعض العلم أنه لا يدعى برفع الطاعون إذا وقع، لأنه رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. ولذلك الإنسان إذا كان في بلد ثم نزل عليه الطاعون فإنه لا يخرج منه، وإذا كان الطاعون في بلد فإنه لا يأتي إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تأتوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. فلا يجوز الإنسان إذا نزل الطاعون في مكان أن يخرج منها، من أجل أن يصبر أولاً على البلاء ويفوز بهذه الرحمة. والأمر الثاني قد يكون في هذا الطاعون يعني يكون مرضاً معدياً فيعدي الناس فينتشر هذا لغيره من البلدان الأخرى. فلذلك كان من الحكمة أن الإنسان إذا نزل عليه الطاعون في بلد أنه لا يجوز له الخروج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصبر ويحتسب ويكون له أجر الشهيد كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يجوز لك أن تأتي إلى البلد الذي فيه الطاعون حتى لا تكون ممن يلقي بيده بنفسه إلى التهلكة.
آخر ما معنا في هذه الجلسة حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري. وهذا حديث عظيم جليل، وفيه فضل هذه النعمة العظيمة، نعمة البصر. يقول أحد السلف: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فغمض عينيك، إذا غمضت العين عرفت نعمة البصر، فهي نعمة عظيمة جليلة. ولذلك الواجب علينا أن نشكر هذه النعمة، نعمة البصر نعمة عظيمة جليلة، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فلا نصرفها في معصية الله عز وجل. ولنعلم أن هذا البصر سنسأل عنه يوم القيامة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقليل من الناس من يشكر هذه النعمة العظيمة، نعمة البصر، فلا يصرفها إلا في طاعة الله. فالبصر هو منافذ كل بلية إذا أطلقه المرء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، قال: النظر سهم مسموم من سهم إبليس. النظر سهم مسموم من سهوم إبليس. لماذا؟ لأن كل المعاصي والذنوب يكون مبتدأها من النظر. فإذا أطلق الإنسان نظره فإنه فتح على نفسه أبواب الشرور وأبواب الفتن. لذلك على الإنسان أن يحفظ بصره من الحرام، يحفظ بصره اليوم ليفوز بالرؤية العظيمة يوم القيامة عندما يرى الله عز وجل في جنات النعيم. احفظ بصرك اليوم تفوز بالأجر العظيم وبرؤية الرب الكريم في جنات النعيم، نسأل الله عز وجل من فضله. فلذلك كان الصبر على هذه النعمة، على فقد هذه النعمة، الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين، انظر سماهما حبيبتان، سماهما حبيبتين، قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فسمى العينين حبيبتين. وهذا يدل على أن هذه نعمة عظيمة جليلة، من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل على عبده أن يرزقه نعمة البصر، نعمة البصر. قال: فصبر عوضته منهما الجنة. فليس هناك جزاء لفقد هذه النعمة ثم الصبر عليها إلا جنات النعيم. فدل على أن هذه نعمة عظيمة، ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها. فأنت إذا رزقت هذه النعمة تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تقرأ الحديث، تستطيع أن تقرأ ما ينفعك، ترى ما يضرك وتعرف ما ينفعك، كل هذا بواسطة البصر. أما الذي فقد هذه النعمة فلا يتأتى إليه هذا الفضل بأن يقرأ القرآن ببصره ويقرأ ما ينفعه ويرى ما يضره من الهوام والدواب والأشواك وغير ذلك. فأنت منعم عليك بهذه النعمة، فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة حتى تدوم، وحتى تكون ممن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فنسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم شكر نعمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يجعل هذه النعم التي أنعمها علينا زادا لنا يوم المعاد عندما نقف بين يدي رب العباد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.